والعفوية تقر وتعترف انك بتسخن بسرعة. صحيح. بس كنت في الماضي اكتر. دلوقتي بحاول اهدى ودخولي قناة الزمالك موضوع صعب. صعب قوي. شغل في قناة الفوايا صعب يا كابتن خالد؟ قوي. من اصعب فترات حياتي. لان انت اما بتشتغل في قنوات عادية بتكون اكتر حرية واكتر قدرة على ان انت تقول رأيك. لان انت في النهايه في قنوات الانديه بتمثل راي مجلس الاداره وبتمثل راي جمهور واحد فقط. لكن في القنوات الاخرى اللي احنا اشتغلنا فيها كتير جدا بيكون ليك وجهه نظر تستطيع ان انت توصلها بكل حريه. بمناسبه مجلس الاداره، تقر وتعترف انك طوال فتره عملك في وجود المجلس السابق كنت في صراع نفسي طول الوقت؟ طبعا. يعني صراع نفسي في بعض احيان. كنت في اشياء لا ترضيني يعني. وعلى فكره كنت بقولها. كنت بتقولها على الهواء ولا بين في الكواليس؟ وده ادى الى ايقافي يعني من الظهور في القناه لمده شهرين بسبب رئيس النادي. كان ساعتها المستشار مرتضى منصور متضايق من بعض الكلام اللي انا قلته له، يعني على فكره الاعلام والمداخلات اللي كانت بتطول في بعض الاحيان لساعه وساعه ونص في وجود بعض الضيوف. ف يعني كنت ليا وجهه نظر في الاعلام دوت، ورئيس مجلس اداره كان ليه وجهه نظر اخرى. هو في ذاك الوقت رئيس مجلس اداره هو المتحكم، هو الشريك في ظهور هذه القناه. يعني تقر وتعترف انك اكثر من مره كنت عايز تترك القناه؟ فعلا طلبت مرتين ان انا اترك القناه، ولكن شركه اعلام المصريين قالت لي لا اصبر انت معانا وكده. بيحترموك؟ طبعا، وانا بحترمهم جدا، وعلى فكره وبحترم مجلس الاداره السابق. انا ما عنديش مشكله مع المستشار مرتضى منصور او المجلس السابق، يعني ناس اجادوا في امور كثيره جدا، لكن رحيلهم مش بسبب